لو بدك تخلي الناس يحترموك ويقدروك ويعملوا لك حساب، ففي هذا الفيديو عندي لك الجواب. السلام عليكم جميعا، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد معكم سائد يونس في قناتكم لتطوير ذاتكم، قناة سائد يونس، ومكملين في سلسلتنا للتنمية الذاتية وتطوير الذات. واليوم رح نحكي عن واحدة من أهم المشاعر وأكثرها غرابة، ألا وهو الاحترام. موضوع الاحترام مهم جدا وغريب بنفس الوقت، وخليني أوضح لك كيف. يا ترى لو سألنا حالنا هل ممكن إحنا نحب إنسان وما نحترمه؟ الجواب رح يكون نعم، وارد إنه إحنا نحب شخص وما نحترمه. طيب هل ممكن نخاف من شخص وما نحترمه؟ وارد أيضا، إنسان تخاف منه ولكن انت ما بتحترمه. طب هل ممكن تحب انسان وتحترمه بنفس الوقت؟ اكيد طبعا ممكن، انا بحب انسان وبحترمه. هل ممكن تكره انسان وتحترمه؟ ايضا وارد، ممكن انت تكره شخص ومع ذلك تحترم هذا الشخص. ممكن احنا نختلف مع الاشخاص في المعتقدات وحتى في الدين وفي الاراء الشخصية وفي كثير من الامور، ولكن بنفس الوقت نحترم هؤلاء الاشخاص. لذلك الاحترام مهم جدا ويعتبر مفتاح من مفاتيح النجاح. في فيديو اليوم راح اشرح لك 6 اركان اساسية لو ركزت عليها ونميتها بشخصيتك وطبقتها في حياتك راح توصل لمرحلة انك انت استحق لقيت احترام الآخرين لك، لأنه الاحترام شيء نحن نستحقه وننتزعه انتزاع لا يعطى لنا من الآخرين، لكن إحنا اللي بنكتسبه وإحنا اللي بنستحقه. بداية بدياك تفكر بأكثر شخص على قيد الحياة الآن موجود وأنت بتحترمه. قد يكون قريب، قد يكون زميل، قد يكون شخص موجود، شخصية مشهورة أنت ما قابلته بشكل شخصي ولكن تحترمه. بديك تفكر بهذا الإنسان اللي هو أكثر إنسان عايش على وجه الأرض أنت الآن تحترمه، وتسأل حالك السؤال التالي: يا ترى أنا ليش بحترم فلان أو فلانة؟ ليش؟ شو اللي بيخليك تحترمه؟ على الأغلب أنت بتحترم الشيء في هذا الإنسان خلاك تحكي أنه أنا بحترم فلان. يعني ممكن تقول أنا بحترم فيه تنظيمه لوقته، أنا بحترم فيه أخلاقه، أنا بحترم فيه حبه للعلم. دائما الاحترام يكون لصفة عملية تطبيقية، هذا الإنسان شيء بيعمله أو سلوك يقوم به هذا الشخص فبيخلي الناس يحترموه. يعني من الآخر إحنا صعب نحترم إنسان إلا إذا كان في سبب يخلينا نحترم هذا الإنسان، ما بنحترمه عشان سواد عيونه لأنه هو هيك قالنا احترموني، لا، هو يجب أن يكون استحق الاحترام حتى نحترمه. بنيجي للخطوة الأولى من خطوات اكتساب الاحترام، وهي اعرف ذاتك. بداية عشان انت تكسب احترام الاخرين لازم تكون عارف نفسك وعارف انت مين وما هي الاشياء اللي بتميزك، ما هي نقاط قوتك، ما هي نقاط ضعفك، وليش بدك الناس يحترموك، يعني على ايش بدهم يحترموك اذا انت ما كنت عارف حالك منيح. فبدك تعرف نفسك وتتعمق وتعطي لحالك وقتك حتى تعرف نفسك وتستكشف نفسك. ممكن تحتاج تقرأ كتب عن هذا الموضوع، ممكن تحضر فيديوهات، او ممكن تحضر دورات تدريبية. واذا بتحب في عنا على اكاديمية سائد يونس كورس اسمه كورس الوضوح، موجود مجانا، وهذا الكورس بيساعدك انك انت تكتشف ذاتك عن قرب. الرابط صندوق الوصف. بعد ما عرفنا حالنا صح وفهمنا احنا مين، بتكون الخطوة الثانية والاهم على سلم الاحترام هي احترم نفسك. الانسان اللي بيحترم نفسه الناس بيحترموه. احترم نفسك بمعنى تحترم وقتك، قدر وقتك، تقدر نفسك، لا تسمح للآخرين يتعدوا على حياتك وعلى وقتك وعلى خصوصيتك. دائما حط لنفسك حدود، خلي في خطوط حمراء وحدود بينك وبين الآخرين، مش يعني انك تكون منعزل. من اهم خطوات احترام الذات انك تتعلم تحكي لا لما ما بدك تعمل الشيء، لما بعض الناس بيجوا بيطلبوا منك طلب وانت حاب تساعد بس مشغول، حاب تساعد بس في عندك التزامات اخرى، حاب تساعد بس تعبان، مش غلط انك تحكي لا انا بعتذر، ممكن مره ثانيه اساعدك، ممكن انا معلش سامحني انا ما بقدر، لو صار فرصه في المستقبل بساعدك. تعلم تحكي لا. القدرة على قول لا من أهم العناصر اللي بتكسبنا إحنا احترام لأنفسنا. وإذا حاب تتعلم أكثر كيف تحكي لا، برضو كمان في على أكاديمية سائد يونس كورس مجاني بالكامل اسمه أسرار لا. هذا الكورس بيعلمك بالضبط خطوة بخطوة كيف توصل للثقة بالنفس وتحكي لا. الرابط صندوق الوصف. عرفنا حالنا، احترمنا حالنا، الخطوة الثالثة هي طور نفسك. الإنسان اللي بيطور نفسه باستمرار، اللي بينمي مهاراته، اللي بيزيد معرفته وثقافته وخبراته باستمرار، بيخلي الناس اللي حواليه رغما عنهم يحترموه. يعني تخيل أنت في لك صديق باستمرار ينمو ويتطور، وكل ما تقابله هو تعلم شيء جديد، عرف شيء جديد، فأنت رح تكون دائما مشدود لهذا الإنسان، بدك تسمع منه، بدك تسمع رأيه، بدك تستشيره، وبتحترم فيه انضباطه وحبه للتعلم وحبه لتطوير ذاته. فهي مهم كثير، إذا إحنا بدنا نكسب احترام الآخرين نطور أنفسنا حتى نحترم
نحترم أنفسنا أكثر ونخلي الناس الآخرين يحترمونا أكثر وأكثر. الخطوة رقم 4 هي اصنع الصورة التي تريد أن يراك الآخرون عليها، يعني اصنع علامتك التجارية. كيف الشركات بتعلن عن أنفسها؟ وكل شركة بدها الناس يعرفوا عنها شيء معين، كل شركة تشتهر بجانب معين. ممكن حتى في السيارات، مش كل السيارات تشتهر بنفس الشيء، بعض السيارات تشتهر بالقوة، بعض السيارات تشتهر بالسرعة، بعض السيارات تشتهر بالأمان، بعض السيارات تشتهر بالديزاين، بالتصميم، بالألوان. كل شركة تسعى إنها تحط صورة معينة في أذهان العملاء المحتملين أو الزبائن حتى تتميز في جانب معين. شو هي الصورة اللي بدي الناس يشوفوني عليها؟ أنا بإيش بدي الناس يحترموني؟ وهنا بعد ما تكون حددت الصورة اللي بدك الناس يشوفوك عليها، لازم تكون أفعالك وأقوالك متسقة ومتوافقة مع هاي الصورة. يعني ما بنفع أحكي إنه أنا بدي الناس يشوفوني بروفيشنال واحترافي في عملي وأنا بخلف مواعيدي، غير منظم لوقتي، مظهري غير معتني فيه، وكل المراسلات والإيميلات والمسجات هي عبارة عن إيميلات ومسجات صبيانية ما فيها أي احترافية، ما تعلمت فنون التواصل في العمل، وكل شيء يخبر الآخرين إني أنا إنسان عشوائي. ما بنفع، ما بتركب. أنت بدك الناس يشوفوك بصورة معينة، فيجب أن يكون شكلك وأفعالك كلها تتوافق مع هاي الصورة. وهون بنيجي للخطوة رقم 5، وهي خطوة جدا مهمة وكثير ناس بيغفلوا عنها. كن إيجابيا. كلياتنا عنا مشاكل، كلياتنا عنا تحديات وصعوبات، وأكيد إحنا بشر، ما رح نكون دائما في كل الأيام بأقصى طاقتنا وأقصى إيجابيتنا، ولكن حاول دائما لما أنت تكون تتعامل مع الأشخاص الآخرين أنك تظهر الجانب الإيجابي، تظهر الجانب الحسن في شخصيتك وفي تعاملك. ممكن أنت فعلا بتمر بتحديات شخصية، بس شو دخل الناس اللي بتقابلهم بالسوبر ماركت مثلا في طابور الانتظار انهم يعرفوا انك انت اليوم متنكد ومش طايق وما حدا يحكي معي؟ هذا الشيء يقلل من احترام الاخرين لك، هذا الشيء بيخلي الناس ينفروا منك ويبعدوا عنك. فحتى لو عندك تحديات، خلي هاي التحديات شخصية، تعامل معها بشكل شخصي. الموضوع ببساطة انه كلنا عندنا تحديات، فالواحد فينا مش متحمل سلبية زيادة من الاخرين. لا تظهر الجانب السلبي، دائما احرص انك تظهر الجانب الايجابي حتى لو عندك تحديات وحتى لو عندك مشاكل في حياتك، ما تخليها تأثر على صورتك اللي بدك الناس يشوفوك عليها. الخطوة السادسة، اعتني بمظهرك الخارجي. اعتنائك بمظهرك الخارجي مهم جدا حتى تكسب احترام الآخرين. احنا دائما بنحكي لا تحكم على الكتاب من الغلاف، ولكن للأسف كبشر احنا فعلا نحكم على الكتاب من الغلاف. معظم الناس على الأقل بيعملوا هيك. اول 30 ثانية من لقائك مع اي انسان تحدد كثير من الأحكام اللي بده يصدرها هذا الانسان عليك. فاحرص دائما يكون الانطباع الاول انطباع مثل ما انت بدك، متوافق مع الصورة اللي بدك الناس دائما يشوفوك عليها. والأهم بالمناسبة انه اعتنائنا بمظهرنا الخارجي يدل على احترامنا لأنفسنا ويزيد من احترامنا لأنفسنا. اعتنائنا بشكلنا، بشعرنا، بأظافرنا، بنظافتنا الشخصية، بنظافة ملابسنا وأناقتها، هذا يدل أنه إحنا ناس نحترم حالنا، وهذا يضع لك أمام الآخرين فرصة كبيرة لنيل الاحترام واكتسابه بشكل سهل. وأنت بإمكانك تقيس على هذا الموضوع لوحدك، ويمكن مريت أنت بتجربة شبيهة في السابق. لما تلبس بدلة رسمية الناس بيتعاملوا معك بطريقة معينة، ولما تلبس جينز وتيشيرت الناس بتعاملوا معك بطريقة مختلفة. وهيك مهم انك تاخذ بعين الاعتبار الانماط الاجتماعية في المكان اللي انت موجود فيه، في البلد اللي انت موجود فيه، في العمل او الدراسة او الجامعة اللي انت بتروح عليها، شو الدارج وتميز. خلينا نعمل مراجعة سريعة للنقاط اللي حكيناها في هذا الفيديو. اعرف نفسك، احترم نفسك، طور نفسك. هاي الثلاث نقاط اللي لها علاقة بتعاملنا مع انفسنا. اما فيما يتعلق بتعاملنا مع الاخرين، ارسم واصنع الصورة التي تريد ان يراك عليها الاخرون، كن ايجابيا، واعتني بمظهرك الخارجي. ولو سألنا حالنا يا ترى شو الأهم، أحصل على احترام الآخرين ولا محبتهم؟ أكيد الثنتين مهمات، ولكن الاحترام أهم، لأنه إذا كسبت الاحترام سهل عليك تكسب المحبة، بينما إذا خسرت الاحترام صعب عليك تكسب أي شيء آخر. بتمنى لكم أمتع وأجمل اللحظات لكم ولمن تحبون، وأشوفكم بالفيديو الجاي. السلام عليكم، سائد يونس.